عامان على انطلاقة انتفاضة غيرت ولم تتغير، فض بها حراك تشرين فعصفوا بالشوارع والساحات بصوتهم المؤجج يريدون وطن. عادوا اليوم بذات المبدأ صفا واحدا جدارا منيعا بين العراق وأعدائه، فهتفت بغداد في ذكرى تشرين الثانية هتافا كشف وعي العراقي لما تدبره إيران في ليل. وإيران التي قيل إنها عبثت مع جملة الفاسدين والعابثين، فعرف تشرينيون طريقهم إلى برلمان نزيه عبر صندوق تملأه أصوات الوطن لا أصوات النشاز ونفوذ وفتن. تلك إذن مقاربة بين لحنين تعزف طهران عليهما، لحن يعزف عبثا مقصودا عبر أزلام وأقلام وعصابات، ولحن يعيث به ساسة المصالح والمناصب والمكاسب، وجهان لعملة واحدة، عملة التخريب وإبقاء العراقي في زنزانة الموت البطيء. لكنه تشرين اليوم رمزية الانتفاض في وجه أعداء الداخل والخارج، فتصنع إيران صنيع التخريب من جديد بذريعة جديدة، وما أكثر ذرائع الفوضى التي تثير زوبعة فتشعل فتيلا فتحرق مستقبل البلاد. ذريعة جديدة على شكل تهديد بضرب معارضين لطهران في مناطق شمال البلاد، تزامن خطير مع اقتراب يوم الاقتراع وتوقيت لا يخدم غير تكسير هيبة الدولة وبث الفوضى. وهي المعادلة التي لا حل للغزها فيما مضى حلت اليوم، وعرف العراقيون إلى أي منقلب ينقلبون، وعرفوا بعد أن نزفوا أنهم لبلادهم مخلصون، غير أنهم يكشفون اليوم للعالم زيف دبلوماسية طهران، وأصواتهم تؤكد ما به يثقون، فلا يريدون غير وطن يرسموه في الصناديق وسيادة لا تكسرها دول طامعة في بلاد الرافدين.